İşgalci İsrail güçleri Kudüslü gençleri ailelerinden koparmaya devam ediyor. Yüzünde tebessüm eksik olmayan Kudüslü esir Muhammed Atiye'nin annesi evladının işgalci İsrail zindanlarından kurtulmasını bekliyor. Murad huwa ruh ad-dar, min huwa saghir, huwa dhahka ma bitfarq wajhu. Shu ma sar kan yadhhak, kan yaqul al-haya bidha timshi yani. Dayman asmaha minhu al-haya bidha timshi. Yani sawa is'alti rdiyti al-haya bidha timshi. Lish ma tadhhak, lish ma tatabassam. هو كتير ضحوك بحب المرح كتير اجتماعي يعني زيادة عننا كلنا احنا كلنا في الدار يعني ناخذ فترة نتعرف على العالم لا هو اجتماعي دايما بنلم الناس حواليه اكتر اشي فاعده بالنسبة لنا انا واخته عشان بدها تتجوز كان يحكي لها أنا اللي بدي أسوق سيارة العروس وأنا اللي بدي أطلعك من الصالون وأنا بدي أطلعك من دار أبوي عشان إحنا قبل سنة ونص توفى أبوه فكان يقولها والقوت اللي بدي نعطيك إياه أبوي أنا اللي بدي نعطيك إياه هو درس بكالوريوس في جامعة النجاح وكمل دبلوم عالي برضه في جامعة النجاح برضه دبلوم تربية برضه في جامعة النجاح بعدين درس في أونو في تل أبيب ماجستير أدب عربي إدارة مدارس كانت رسالته الماجستير عن الهبة الجماهيرية يوم أجوا أخذوه كان منسق لرحلة وبدأ يأخذ أخته رحلة شاف الجيش شاف الشباك جاي بسيارتين بحكي لصاحبه هو كان على التلفون مع صاحبه بحكي له أنا بدي أطلع أشوف جايين يعتقلوا مين طلع هو من الدار عشان شاف السيارتين لبقولوا له أنت مراد عطية معنا أمر باعتقالك دخلوا شلحوه كل أوعية وبعدين فتشوه أخذوا تلفوناته وأخذوا أغراضه ولبس وراح معهم حتى إذا بتطلع كيف أخذوا واعتقلوا هو ماشي معهم عادي يعني مش خايف لأنه كانت كل مظاهراتنا في الشيخ جراح سلمية